بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة حضرت مرة ندوة لوكيل أمين بغداد، تطرح عن أنه تكلم عن كيف نخفف الازدحامات بتوسعة الطرق. أنا عندي برنامج أقلل الازدحامات في بغداد دون الحاجة لتوسعة الطرق، فهذا البرنامج احنا ممكن ان نقدمه كمقترح اذا كانت الحكومة جادة لتنفيذه، ان احنا نقلل عدم او رفع 250 الف سيارة من الشوارع بغداد يوميا. كيف نرفع 250 الف سيارة يوميا من محافظة بغداد؟ هذا المشروع موجود عندنا ومستعدين نقدمه اذا كانت الحكومة جادة بتنفيذه، مع العلم لا يحتاج إلى كلف حكومية أو موازنة، راح يكون وفقا للاستثمار أو العمل التشغيلي المشترك مع القطاع الخاص. إحنا نرفع 250 ألف سيارة من ازدحامات طرق بغداد. فالتوسعة ضرورية مهمة، بس مو كل فكرنا الازدحام لا يقل إلا بالتوسعة. لا، التوسعة مهمة، بناء جسور جديد مثلا. أنا قدمت مقترح شارع بنواس يصير سايدين على جانب النهر، يكون سايد حتى، لأن البنك المركزي إذا انفتح راح يكون كارثة وانغلاق، ومنها جامعة بغداد يحتاج مجسرات. لكن هل الحلول حصرا هي توسعة الطرق حصرا فتح مجسر؟ لا، أكو طرق تقلل عدد السيارات أو حركة السيارات داخل بغداد. هذا برنامج لدينا متكامل، مستعدين أن نقدمه رئيس الوزراء.